بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الفرقة الثانية، كلية طب أسنان عين شمس، كل سنة وأنتم طيبين. معاكم الدكتور أيمن أسعد، أستاذ المايكرو بيولوجي بكلية طب عين شمس. هنبتدي مع بعض إن شاء الله كورس المايكرو بإذن الله. سنة موفقة ليكم جميعا إن شاء الله. إحنا إن شاء الله نظمنا، إحنا بنشرح على البورد، الورق معاكم، الورق هنشرح فيه كل كلمة، الورق مطابق للمحاضرات إن شاء الله اللي عندكم. نركز مع بعض، اللي أقول لك عليه مهم ده تذاكره كويس قوي، اللي نقراه مع بعض كده خلاص ده تاخده قراءة فقط، ما تركزش فيه يعني تقراه بس وخلاص. وإحنا ماشيين هوضح لك دي أسئلة الـ MCQ، دي أسئلة الريتن، تركز فيها كويس قوي. مع كل شابتر نخلصه ناخد الأسئلة بتاعته ونحلها مع بعض إن شاء الله. خلاص، أهم حاجة معايا المحاضرة تسمعها على طول. المحاضرة بتاعتنا إن شاء الله وقتها مش كتير، اقراها واسمعها وانت رايق مرة واحدة تكفيني قوي. خلاص، توكلنا على الله. مبدئيا هنتكلم عن اللي هندرسه إن شاء الله عبارة عن ايه؟ ركز معايا بالراحة. لو قلنا ان ده كده هيومن بينج، ادي البني ادم قدامنا اهو، مشكلة اي بني ادم في الدنيا ان يحصل له عدوى اللي هي الانفكشن. طيب، زي ما احنا عارفين الانفكشن ده ممكن يجي عن طريق ايه؟ الانفكشن دي يجي عن طريق بكتيريا، صح؟ يجي عن طريق فانجاي، فطريات، يجي عن طريق فيروسات الفيروس. وبسمي الثلاث حاجات دول مايكرو اورجانيزم. طيب، البكتيريا دي لما اجي ادرسها ان شاء الله هقسمها لحاجتين، حاجه اسمها جنرال بكتيريولوجي وسيستماتيك بكتيريولوجي. خلاص. طيب، لما حد يحصل له انفكشن جهاز المناعة يبتدي يهاجم الحاجة دي، جهاز المناعة، يبقى عندي شابتر كمان هدرسه اسمه الاميونولوجي. طيب، لو جهاز المناعة ده ما قدرش يقضي على الاورجانيزم، يبتدي الاورجانيزم ده يعمل باثولوجيكال تشينج، يموت الخلايا. عشان كده عندي مادة هدرسها اسمها الباثولوجي. اي حد بيجي له انفكشن بياخد مضادات حيويه وبياخد ادويه دراجز، يبقى عندي حاجه ادرسها الفارماكولوجي. لكن انا في الجزء بتاعي اللي هو الجزء ده اللي هو الحاجات المسؤوله عن الانفكشن والمناعه. متفقين؟ طيب، نبص مع بعض بقى منهج الميكروبيولوجي بيولوجي زي ما اتفقنا اتقسم للآتي، ده طول السنة مع بعض، حاجة اسمها جنرال بكتيريولوجي هنبدأ بيه إن شاء الله، حاجة اسمها سيستماتيك بكتيريولوجي. طب هاخد فيه ايه سيستماتيك؟ هاخد كل الأورجانيزم أساميها وفكرة عنها، وهاخد فيه الفانجاي، هو عبارة عن أورجانيزم واحد فقط. طيب، هاخد ايه تاني؟ هاخد شابتر للفيروسات الفيرولوجي، وهاخد اميونولوجي. يبقى ده المنهج بتاعنا مقسم للآتي: جنرال بكتيريولوجي، سيستماتيك بكتيريولوجي اللي هاخد فيه اسامي الاورجانيزم بتاعت البكتيريا، وهاخد الفانجاي اللي عباره عن اورجانيزم واحد اسمه كانديدا فقط، دي ورقتين فقط، هاخد الفيروسات، شابتر للفيروسات وشابتر اميونولوجي. بدايتنا ان شاء الله مع مين؟ مع الجنرال بكتيريولوجي. طيب، الجنرال بكتيريولوجي ايه اللي اخده فيه؟ جنرال بكتيريولوجي مع بعض بالراحة،
كام شابتر عندنا؟ في شابتر عندنا هتكلم فيه عن الاستراكشر بتاع البكتيريا، شابتر تاني هتكلم عن ايه اللي محتاجاه البكتيريا عشان تنمو اللي هو الجروس اوف بكتيريا، هتكلم عن حاجة اسمها ازاي الجينات تنتقل في البكتيريا اللي هو الجينيتكس، هتكلم عن علاقة البكتيريا حاجة اسمها هوست بارازايت ريليشنشيب، علاقة البكتيريا بالبني آدم، هتكلم ازاي اقدر اعمل كنترول للبكتيريا، الكنترول ده ازاي توقف البكتيريا يا اما ان فيفو يعني جوه جسمنا عن طريق الأدوية مضادات حيوية، يا اما ان فيترو بره عن طريق التعقيم. يبقى ازاي اعمل كنترول للبكتيريا. اخر حاجة هتكلم عن حاجة اسمها اورال فلورا البكتيريا اللي موجودة في الاورال كافيتي. يبقى ده المنهج اللي هناخده في الجنرال بكتيريولوجي. بدايتنا ان شاء الله مع مين؟ مع الاستراكشر اوف بكتيريا وانترودكشن للبكتيريا. بالراحة مع بعض احنا اتفقنا هناخد حاجة اسمها مايكرو ايه؟ مايكرو بيولوجي، مايكرو الكلام سهل ان شاء الله ما فيهوش مشكلة خالص. مايكرو بيولوجي احنا نشرح على البورد الاول وبعدين نبص على الورق بتاعنا. يعني ايه كلمة مايكرو؟ بالراحة كده من اسمها مايكرو يعني حاجة بتتقاس بالمايكرون. طب انت عارف الملي في كم مايكرون؟ في 1000 مايكرون. يبقى معناها انا بشوف حاجات صغيرة جدا بتتقاس بايه؟ بالمايكرون. يبقى لو خدنا بالنا كلمة مايكرو يعني حاجات صغيرة تتقاس بالمايكرون. بيولوجي علم، يبقى انا هدرس علم دراسة الكائنات الدقيقة اللي بتتقاس بايه؟ بالمايكرون. طبعا طالما بالمايكرون استحالة اشوفها بعناية تشاف بايه؟ بالمايكروسكوب. يبقى انا هدرس حاجة اسمها ساينس dealing with study of a microorganism not seen بالنجد اي لكنها seen بايه؟ بالمايكروسكوب. طب مين هم دول؟ هم الثلاث حاجات اللي هم قلناهم. مين؟ البكتيريا، ممتاز. ايه تاني؟ الفانجاي، وكمل معايا الفيروس. نعرف كلمة صغيرة ان الفيروس ده هاخده لوحده وهدرسه لوحده في شابتر لوحده فمكانه مش هنا، لكن اعرف لي كلمة ان الفيروس ده not a cell مش خلية. الفيروس ده ما يقدرش يعيش لوحده، لازم يعيش جوه living cell، يعني لازم يدخل جوه خلية وملتبلاي ويتكاثر جواها. يبقى الفيروس ده ايه؟ not a cell، ما يقدرش يصنع البروتين بتاعه لوحده، لازم يعيش جوه living cell. فالفيروس ده خارج اللعبة شوية. يبقى انا هدرس مين دلوقتي ومين؟ البكتيريا ومين تاني؟ الفنجاي. هعرف بيتكونوا من ايه. طيب لو بصينا مع بعض كده وقلنا اللي فاكر الهيومن سيل دي بتتكون من ايه؟ الاستراكشر بتاع الهيومن سيل. نقول مع بعض بالراحة الهيومن سيل شكلها كده بالراحة، عندها مالتيبل كروموزومز زي ما احنا عارفين، عندها حاجة اسمها نيوكلياي. البيزس اللي بتكون النيوكليك اسيد بتاعها سترونج بيزس كويسه جدا بسميها هيستونز. يبقى نبص بالراحه مع بعض الهيومن سيل، انا بشرح مين الهيومن ملهاش دعوه بدرسنا خالص بس ركز. الهيومن سيل اللي هي التوب بتاعت الخليه كلها بتتكون من ايه؟ فيها مالتيبل كروموزومز، فيها نيوكلياي، فيها سترونج بيزس اسمها ايه؟ اسمها اتش هيستونز. الناس دي كلها محوطة حواليها كده حاجة اسمها نيوكليير ميمبرين. معنى كده ان الكروموزوم بتاعنا كلها محوط بايه؟ بنيوكليير ميمبرين. بس كده؟ لا، ده في عندها ستراكشر تاني. ايه الستراكشر تاني اللي موجود في الهيومن سيل؟ في عندنا غلاف خارجي كده، الغلاف ده بسميه ايه؟ بسميه سيل ميمبرين. يبقى عندها غلاف اسمه ايه؟ غلاف اسمه سيل ميمبرين.
طيب السيل ميمبرين ده في حاجات موجوده فيه، ستراكشر موجود فيه، الاستراكشر ده بسميه عباره عن ليبيد اسمه استيرولا. حد كده كلام سهل؟ طيب جوه الحته دي اسمها السيتوبلازم. السيتوبلازم ده فيه ستراكشر موجود فيه. ايه الاستراكشر الموجود في السيتوبلازم؟ في عندنا حاجه اسمها ميتوكوندريا، في حاجه اسمها جولجي، في حاجه اسمها رف اندوبلازميك ريتيكولم، رف اندوبلازميك ريتيكولم. يبقى عندي حاجه اسمها ايه؟ ميتوكوندريا. بصوا دي اسامي فقط. حاجه اسمها جولجي، حاجه اسمها رف اندوبلازميك ريتيكولم. لكن عندي استراكشر مهم جدا موجود جواه مسؤول عن تصنيع البروتين. الاستراكشر ده اسمه ايه؟ اسمه رايبوزوم. يبقى ايه الاستراكشر الموجود عندنا دلوقتي؟ ميتوكوندريا وجولجي ورف موجودين في السيتوبلازم. عندي استراكشر مسؤول عن تصنيع البروتين اسمه رايبوزوم. طالما مسؤول عن تصنيع البروتين يبقى اقدر اشوف وزن البروتين ده قد ايه. الوزن عندنا حاجه اسمها 80 اس. الحمد لله، عفوا، 80 اي اس. سيديمنتيشن بتاع البروتين ده 80. خلاص. طيب اللي انا بشرحه دلوقتي ده مين؟ ده هيومن سيل. بس انا على فكره انا ما بشرحش الهيومن سيل، انا بدرس مايكرو اورجانيزم اللي قلنا ثلاثه، بكتيريا وفنجاي وفيروس. وشلنا الفيروس، اتفضل لي مين؟ الفنجاي والبكتيريا. مين في الفنجاي او البكتيريا يشبه الهيومن سيل؟ لقوا ان الفنجاي هي اللي تشبه الهيومن سيل. فنجاي تشبه مين؟ الهيومن سيل. فاللي قدامك ده يعتبر اكزامبل لمين؟ للفنجاي. وبسمي الحاجه دي بسميها ايو كاريوتيك، كاريوت. يبقى كلمه ايو معناها it is a good cell، good خليه محترمه جدا، top of cells. ليه زي مين؟ زي الهيومن سيل. لكن انا ما بشرحش الهيومن سيل، انا بشرح مايكرو اورجانيزم. يبقى مين في المايكرو اورجانيزم يشبه الهيومن سيل وخليه محترمه؟ الفنجاي. يبقى الفنجاي دي اكزامبل لايه؟ اكزامبل لايو كاريوتيك سيل. طيب ايه الفرق بين الفانجاي والهيومن سيل؟ الفرق بين الفانجاي والهيومن سيل ان الفانجاي عندها غلاف خارجي كمان كده موجود بره. الغلاف ده بسميه سيل وول. اسمه ايه؟ سيل وول، مش موجود في الهيومن سيل. السيل وول ده مكون من حاجه اسمها كايتين. كايتين. يبقى نقول تاني، الفانجاي اكزامبل لايوكاريوتيك سيل. كلمه ايوكاريوتيك سيل معناها ترو سيل، جود سيل. ايه الاستراكشر اللي فيها من جوه لبره؟ عندها مالتيبل كروموزومز، عندها هيستونز، عندها نيوكلياي. كل ده محوط بحاجه اسمها نيوكليار ميمبرين. نطلع بره، في عندي حاجه اسمها سيل ميمبرين عنده استراكشر اسمه استيرول. في عندنا حاجات في السيتوبلازم ميتوكوندريا وجولجي ورف، لكن عندها حاجه اسمها رايبوزوم اللي هو عباره عن 80 اس. خلاص؟ ده اسمه ايه؟ الرايبوزوم. السيل ميمبرين عنده حاجه اسمها ايه؟ استيرول. نطلع بره خالص، في عندنا غلاف خارجي اسمه سيل وول، وبسمي الخليه دي ايه؟ ايوكاريوتيك سيل. طب نيجي بقى على حاجه ثانيه. الحاجه الثانيه ديت اسمها ايه؟ نبص عليها بالراحة. بصوا معايا، الخلية دي عندها سنجل كروموزوم، سنجل سيركولار كروموزوم واحد فقط، مفيش حواليه حاجة خالص، ولا هيستونز ولا نيوكلياي ولا حاجة خالص ولا نيوكلير ميمبرين. طيب نطلع بقى للغلاف الأخضر ده، شكله بالمنظر ده. الغلاف الاخضر ده هو السيل ميمبرين. طب لاحظ بعينك كده، ايه الفرق بين السيل ميمبرين ده والسيل ميمبرين ده؟ ان السيل ميمبرين ده فيه تعرجات، اسم التعرجات دي اسمها ميزوزوم، ميزوزوم. يبقى الحاجه اللي بشرحها دلوقتي عندها سيل ميمبرين فيه تعرجات اسمها ايه؟ ميزوزوم. يبقى هو عنده ميزوزوم، الناحيه الثانيه دي ما عندهاش ميزوزوم. طب نبص تاني، ده كان عنده ايه؟ استيرول. ده ما عندوش استيرول. يبقى نلاحظ بالراحه ايه الاستراكشر اللي انا بشرحه دلوقتي. عندنا سنجل سيركولار كروموزوم واحد بس،
خلاص. الحاجة التانية الحاجة التانية ما عندهاش بره خالص، معلش كده، يبقى عندها سنجل ايه سيركل كروموزوم، ادي السنجل سيركل كروموزوم، ما عندهاش حاجه تانية خالص. الحاجه الوحيده اللي موجوده عندها في السيتوبلازم اللي قلنا عليه تحت ده الريبوزوم، يبقى عندها ايه ريبوزوم. طب ما هنا كان عندها ريبوزوم، بس الفرق بينهم ده كان 80 اس ده 70 اس، ده كام 70 اس لكن ده 80. نشيل بس الحاجات اللي طلعت دي كده بالراحه كده خلاص. يبقى دي كان عندها ريبوزوم اهوت، ده كان كام؟ كان 80، عندها سيل ميمبرين، عندها سيل وول، زي الفل. الفرق بين الريبوزوم ده كام؟ ده 70، ده كذا. عندها غلاف خارجي بره خالص، الغلاف الخارجي ده اسمه سيل وول. يبقى نلاحظ اللي انا بشرحه دلوقتي، اللي انا بشرحه دلوقتي دوت هو خليه عندها سنجل سيركولر كروموزوم، عندها ايه سنجل سيركولر كروموزوم، زي ما احنا شايفين بالراحه مع بعض كده، سنجل سيركولر كروموزوم، ما عندهاش اي حاجه في السيتوبلازم خالص، عندها مين بس؟ عندها ريبوزوم فقط، صح؟ الريبوزوم بتاعها كام؟ 70 اس، ما عندهاش ولا جولجي ولا 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 حاجه خالص. عندها سيل ميمبرين، السيل ميمبرين بتاعها ما عندهوش ستيرول لكن عنده تعرجات اسمها ميزوزوم. عندها غلاف خارجي بره خالص اسمه نفس الكلام اسمه السيل وول. السيل وول ده مكون من استراكشر اسمه بيبتايدو جلايكان. يبقى نراجع مع بعض بسرعه، ايه الفرق بين المنظر ده والمنظر ده؟ هنا عندنا مالتيبل كروموزوم، هنا عندنا سنجل سيركولر كروموزوم. هنا عندنا هيستونز، هنا مفيش، هنا في نيوكلياي، هنا مفيش، هنا في سيل نيوكليير ميمبرين، هنا مفيش. نطلع بره، ده اسمه سيل ميمبرين وده اسمه سيل ميمبرين. الفرق بينهم ان ده عنده ستيرول وما عندوش ميزوزوم، ده عنده ميزوزوم وما عندوش ستيرول. في اورجانيلز موجوده جوه، ميتوكوندري وجولجي ورف مش موجودين الناحيه دي، لكن في ريبوزوم هنا وهنا، لكن ده 80 وده 70. نطلع بره، في سيل وول وفي سيل وول. السيل وول ده مكون من حاجه اسمها بي جي، يعني بيبتايدو جلايكان، ده مكون من حاجه اسمها كايتين. بسمي الخليه دي خليه بدائيه خالص، اسميها بروكاريوت. مين كان اكزامبل هنا؟ هنا الفانجاي ده ام سي كيو. مين اكزامبل هنا؟ البكتيريا. يبقى البكتيريا هي الاكزامبل الوحيد لخليه بدائيه اسمها بروكاريوت. هنا الاكزامبل الوحيد لمين؟ لايوكاريوت، هو الفانجاي. طيب نبص بقى على حاجه مهمه قوي ونركز فيها. في عندنا بكتيريا وحيده، اسم البكتيريا ديت اسمها مايكوبلازما. يبقى عندي بكتيريا وحيدة اسم البكتيريا ايه؟ مايكوبلازما. نركز مع بعض، بكتيريا اسمها مايكو، ركز في الاسم ده، بلازما. دي بكتيريا وحيدة عكس كل البكتيريا، عكس كل البكتيريا الوحيدة في ايه؟ ان الوحيدة اللي عندها استيرول في السيل ميمبرين، الوحيدة اللي ما عندهاش نو سيل وول، ما عندهاش غلاف خارجي. يبقى المايكوبلازما دي بكتيريا عكس كل البكتيريا في حاجتين، الوحيدة اللي هي ايه؟ عندها ايه؟ استيرول. الوحيدة اللي ما عندهاش ايه؟ نو سيل وول، عكس كل البكتيريا. نبص على الكلام ده بقى كده بالشرح بتاعه في الورق بتاعنا. انتروداكشن وبكتيريال استراكشر، ده أول شابتر عندنا. أول حاجة بعرفها يعني كلمة مايكروبيولوجي. مايكرو حاجة بتقاس بإيه؟ بالمايكرون. ده عبارة عن إيه؟ ساينس. مسؤول عن إيه؟ استادي مايكرو أورجانيزم اللي ما بشوفهاش بإيه؟ بالنيكد أي. بقسم المايكرو أورجانيزم لثلاث حاجات، إيه هما؟ بكتيريا وفنجاي وفيروس. اتفقنا إن الفيروس ده خارج اللعبة دلوقتي خالص. هقسم الاتنين دول بكتيريا وفنجاي أكوردنج للاستراكشر بتاعهم.
في عندي حاجة بسميها أيوكاريوت سيل. أيو معناها good أو true، بروكاريوت خلية أولية، خلية بدائية. يعني ايه أيوكاريوت؟ ان الممبرين محوط النيوكليوس اللي هي ترو نيوكليوس. امال هنا ايه النيوكليوس او الدي ان ايه؟ ده نوت سيباريتد، عايم في السيتوبلازم، مفيش حاجه محوطاه. طب نبص عليهم بالراحه، ده اول سؤال ريتن واول سؤال ام سي كيو الجدول دوت. ايوكاريوت وبروكاريوت من جوه لبره النيوكليار ماتيريال، في نيوكليار ممبرين موجود هنا صح، لكن مش موجود هنا. نيوكليولس موجودة مش موجودة، هيستونز موجودة مش موجودة. طب ايه اللي موجود هنا وموجود هنا؟ عندنا هنا مالتيبل كروموزوم، عندنا هنا سنجل كروموزوم، سيركولار كروموزوم. طيب ندخل على السيتوبلازم. السيتوبلازم فيه اورجانيلز زي مين؟ زي ميتوكوندريا، زي رف اندوبلازميك ريتيكولوم، زي جولجي. الثلاث حاجات دول مش موجودين. طيب في هنا رايبوزوم وفي هنا رايبوزوم، الفرق بينهم السيديمنتيشن بتاعتهم، ده بروتين ده 80 اس ده 70 اس، بسميها سيديمنتيشن كوفيشنت. طيب نركز بقى، في سيل ممبرين موجود وفي سيل ممبرين موجود. السيل ممبرين بتاع الايوكاريوت عنده ايه؟ عنده ستيرول، ده الليبيد الموجوده فيها، لكن هنا نو ستيرول ما عدا بكتيريا وحيده اسمها مايكوبلازما. قلنا هي البكتيريا الوحيده اللي عندها ستيرول. ماشي معايا بالراحه. طيب هنا كان في انفاجينيشن، سيل ممبرين سميتها ميزوزوم، لكن هنا مفيش ميزوزوم. في سيل وول موجود في الفانجاي مكون من ماده اسمها كايتين، هنا في سيل وول مكون من ماده اسمها بي جي اللي هي بيبتايدو جلايكان، ما عدا بكتيريا وحيده اسمها مايكوبلازما. يبقى لاحظنا المايكوبلازما هي الوحيده اللي عندها ستيرول وهي الوحيده اللي ما عندهاش سيل وول. الديفيجن تنقسم الفانجاي بحاجه اسمها مايتوزيس، دي تنقسم بحاجه اسمها سيمبل باينري فيجن، انقسام ثنائي بسيط. مين الاكزامبل الوحيد للبروكاريوت؟ هي البكتيريا، ادي ام سي كيو. مين اكزامبل وحيد لايوكاريوت؟ هو الفانجاي. ماشي، الجدول ده مهم جدا، نبص على الرسمه هنفهمه على طول. ندخل بقى على الحاجه الثانيه اللي هتكلم فيها على الاستراكشر اوف بكتيريا، وازاي اقدر اعمل كلاسيفيكيشن للبكتيريا، ازاي اقدر اقسم البكتيريا. بالراحه معايا، انا بقسم البكتيريا بطريقتين، طريقه قديمه وطريقه جديده. كلاسيفيكيشن اوف بكتيريا، في عندنا طريقه ايه معايا بالراحه؟ طريقه اولد. فلو في اولد يبقى في ايه؟ نيو. يبقى عندي طريقتين لتقسيم البكتيريا. الاولد دي تعتمد على الشكل وسميها مورفولوجي، شكل البكتيريا. الجديده بتعتمد على الجين، الجينات، وطبعا مين احسن؟ النيو. يبقى عندي طريقتين لتقسيم البكتيريا، old تعتمد على الشكل ونيو تعتمد على الجين، والاحسن هو النيو، تقسيمتين. طيب ناخد الاولد بقى، عن طريق الاولد بقسم البكتيريا لحاجتين. في حاجه اسمها هاير بكتيريا، هاير الهاير بكتيريا دي يبقى في لور الهاير بكتيريا، دي برانشنج بكتيريا مش مهمه بالنسبه لنا قوي، بس اسمع الاكزامبل بتاعها هناخده بعد كده. بكتيريا اسمها اكتينو مايسز، دي اسم البكتيريا، هاير بكتيريا. لور، لور بكتيريا دي مش برانشنج، دي حاجات يوني سيلولر. اللور بكتيريا دي بقسمها اكوردن لكذا حاجه. اول حاجه اس اللي هي الستين، الصبغه، اشهر صبغه. على فكره انا ما اقدرش اشوف البكتيريا كده مجرده من غير ما اسبخها، عشان اشوف البكتيريا لازم اعمل لها ستين. اشهر صبغه عندنا بسميها الجرام. بعض البكتيريا اسبخها تاخد لون فايولت، في العمل هيعرف ليه، وبعضهم ياخد لون بينك. لو البكتيريا خدت اللون الفايولت اسميها جرام بوزيتيف،
يبقى الجرام بوزيتيف لونها ايه؟ لونها فايلوت، او تاخد لون بينك وسميها جرام نيجاتيف. يبقى اول تقسيمه للبكتيريا اكوردنج لايه؟ للستين اس. الاسم الثاني او الاس الثانيه اللي هي الشيب، شكلها والله شكل البكتيريا يا اما تكون كور يا اما تكون شرط يا اما تكون حاجات سبايرال كده. والله لو كور اسميها كوكاي، مكورات. لو شرط اسميها باسيلاي، ودول اشهر شكلين عندنا. سبايرال اسمها سبايرال اكوردنج للانرجي، هتاخد طاقه ازاي، جلايكولوسيس والحاجات دي كلها. اكوردنج للنيوتريشن، هتاكل ايه وتشرب ايه. دي كلها تقسيمات للبكتيريا، لكن اخطر تقسيمه هي الاخيره اللي هي اكوردنج للباسوجينستي. باسوجينستي المقدره على احداث مرض، تقدر تعمل مرض ولا ما تعملش. يبقى تاني انا بقسم البكتيريا تقسيمه قديمه اولد على حسب الشكل اللي هطلع منها. بقسم البكتيريا لهاير ولور. هاير دي برانشنج بكتيريا عامله فيلمنت، او لور دي يونيسيلولر اللي هقسمها باس ستين عن طريق صبغه اسمها الجرام، او شيب كوكاي باسيلاي او سبايرال الانرجي بتاعتها والنيوتريشن. لكن اهم تقسيمه هي باسوجينستي المقدره على احداث مرض. ناخدها بقى بالراحه بقى اللي هي الاخيره دي، المقدره على احداث مرض ديت بقى باسو جينستي. بصوا معايا، والله على حسب المقدره دي عندي نوع من البكتيريا بسميها سابروفيتك. نطلع حافظين ان شاء الله مع بعض. سابروفيتك بالعربي اللي هي بكتيريا مرميه. دي بكتيريا موجوده، المرمي ده مرمي في الشارع، يبقى عايشه على حاجات نون ليفنج، موجوده في التراب على الحيطان والكلام ده كله. هي لا تاذينيش خالص، هارملس، ملاش علاقه بيها نهائي. يبقى اكوردنج للباسوجينست في بكتيريا ايه؟ سابروفيتك دي مرميه، ساعات يسموها البكتيريا الرميه، اللي عايشه على حاجات نون ليفنج. طالما دي عايشه على حاجات نون ليفنج، يبقى عندي حاجات عايشه على حاجات ليفنج، على جسمي من جوه او بره، يعني بكتيريا متطفله اللي بسميها بارازيتك. يبقى according للباسوجينيستي عندي حاجة اسمها سابروفيتك وعندي حاجة اسمها بارازيتك متطفلة، يبقى عايشة على مين؟ عايشة مع أو على living. طيب لما تعيش مع أو على living، يا إما تعمل له مرض وسميها باسوجينيك ممرضة، يا إما ما تعملش مرض وسميها نون باسوجينيك غير ممرضة. يبقى البكتيريا المتطفلة تتطفل على بني آدم على حاجات ليفنج، يا إما تبقى ممرضة باسوجينيك يا إما تكون نون باسوجينيك. وبسمي النون باسوجينيك بكتيريا متعايشة أو كومنسل أو فلورا، بكتيريا متعايشة. طب هي عايشة معايا في كم مكان؟ موجودة على السكن كله، جلد السكن. موجودة فين تاني؟ أورال، في الفم، في الأنف، نيزل، في الأمعاء انتستين، وفي الفاجينا أوف فيميلز. يبقى عايشة في خمس أماكن، متعايشة معايا في خمس أماكن، الجلد، أورال، نيزل، انتستين، فاجينا. أي مكان غير دولة؟ لأ. لو جالك ام سي كيو أي اسم غير دولة؟ لأ. خلاص؟ طيب. البكتيريا المتعايشة معايا دي عايشة زي الفل، ما تعملش أي مشاكل خالص، إلا إذا، خلي بالك، إلا إذا غيرت مكانها. بدل ما هي موجودة في الجلد دخلت الدم، بدل ما هي موجودة هنا في أي حتة من دول راحت المثانة اليورينري بلادر. يبقى لو غيرت مكانها أو المناعة قلت، في الحالة دي تعمل مرض وسميها أوبورتيونيستيك باسوجين. اوبورتيونستيك بكتيريا انتهازية، تنتهز الفرصة لو المناعة قلت تعمل مرض. وعلى فكرة اوحش مرض اللي هي بتاع بكتيريا عايشة معايا، عارفة كل حاجة عني، فاوحش مرض بيجي عن طريقها. خلاص؟ يبقى نقول بسرعة تاني، عندنا تقسيمة البكتيريا هاير ولور، الاولد فيها هاير ولور،
اللور بالاس والاس والانرجي والنيوتريشن والباثوجينيستي. الباثوجينيستي يا اما بكتيريا متطفله يا بكتيريا سابروفيتك. سابروفيتك مور مرميه او رميه، دي عايشه على نون ليفنج هارمليس، لا تاذينيش خالص. البارازيتك يا اما تكون ممرضه باثوجينيك، يا اما تكون متعايشه معايا نون باثوجينيك واسميها كومنسال او فلورا عايشه في خمس اماكن. تعمل مرض امتى؟ لو المناعه قلت او غيرت مكانها، واسميها اوبورتيونستيك. نبص على الكلام ده بقى مع بعض. ازاي بعمل تقسيمه للبكتيريا؟ بكتيريا الكلاسيفيكيشن تقسيمه اولد وتقسيمه نيو. الاولد تعتمد على الشكل فينوتيبك، تعتمد على الجين جينوتيبك. بيجي سؤال ايه طريقه الكلاسيفيكيشن، هيقول لك واحد اولد اتنين نيو الاتنين طبعا. ده على فكره ديت ام سي كيو. طيب ده يعتمد على مين؟ مورفولوجي الشكل، ده يعتمد على الموليكولر بيولوجي على الجين. هنتكلم على مين الاول؟ على الاولد سيستم. قسمنا البكتيريا الى هاير بكتيريا وقفلنا الجدول عليها، اللي هي شكلها فيلمنت او برانشنج. اكزامبل ليها اكتينومايسيس، هناخدها ان شاء الله بعدين. طب اللور بكتيريا اللي هي يوني سيلر احاديه الخليه، بقسمها اكوردنج للاس اللي هي الستين الصبغه. اشهر صبغه عندنا اسمها جرام. الجرام يا اما تكون جرام بوزيتيف ولونها فايلوت، او جرام نيجاتيف لونها بينك. الشيب كوكاي باسيلاي، كوكاي مكورات، باسيلاي او رودز عصيات عصيان، او سبايرال شيت. اهم شكلين عندنا اول اتنين كوكاي وباسيلاي. نيوتريشن بتاكل ايه؟ عايزه كربون، عايز زي ما عايزه انا اقسمها. انرجي عن طريق جلايكولوسيس او ريسبيريشن، ده كلام كده سريع. لكن يهمني حاجه اسمها باثوجينيستي. باثوجينيستي في عندنا حاجه اسمها سابروفيتك بكتيريا، البكتيريا الرميه المرميه اللي هي عايشه على نون ليفنج السويل والدست والكلام ده كله هارمس، قفلنا الجدول بتاعها. بارازيتك بالعربي متطفله، الكلام ده سامعينه كله. عايشه ان او اون، على او جوه، ليفنج على بني ادم عايشه جواه. تتقسمها لايه؟ لباثوجينيك، يعني بكتيريا ممرضه تعمل مرض زي كوز ديزيز. اشهرهم بكتيريا اسمها مايكوبكتيريان تيوبركلوزس. ما انتش مطالب باسماء بكتيريا، بس انت بتسمعها دلوقتي علشان لما تاخدها في سيستماتيك تبقى سمعتها وفي فكره عنها. فقولها بس، مايكوبكتيريان تيوبركلوزس، البكتيريا المسببه لمرض الدرن او السل الرئوي الرئه. خلاص، طالما في باثوجينيك يبقى عندي ايه؟ نون باثوجينيك اللي هي الكومنسال او الفلورا، اللي هي بالعربي قلنا بكتيريا متعايشه. متعايشه موجوده ان بالانس والزاويه هارمفول افكت اون بوث، لا تاذيني ولا اذيها، في بالانس بيني وبينها عايشين مع بعض. طب هي عايشه فين؟ زي ما قلنا الجلد، الماوس، نيزل، انتستين، فاجينا. الطبيعي نوت ليد تو ديزيز اندر نورمال كونديشن، الطبيعي ما تعملش مرض في الظروف الطبيعيه. ممكن ليد تو ديزيز لو غيرت مكانها اي مكان غير دولة، او المناعه ضعفت، يبقى الزا اميونيتي ديكريز او اواي فروم نورمال سايت، بعدت عن مكانها. في الحاله دي اسميها opportunistic pathogen. الكلمه دي مهمه جدا، وده سؤال ريتن بيجي، بسميها بكتيريا انتهازيه، انتهزت الفرصه والحاله دي تعمل مرض. اشهر اكزامبل لكده بكتيريا اسمها اشيريشيا كولاي، الاي كولاي تعمل لنا يورينري تراكت انفكشن. على فكره البكتيريا دي اشيريشيا كولاي موجوده في القولون، في الكولون، مفيش مشكله، لكن لو راحت المثانه اليورينري بلادر تعمل لنا يورينري تراكت انفكشن. في بكتيريا تانية اسمها ستاف ابيدرميدس، زي ما قلنا اسمع اسماء البكتيريا بس عشان بقك ياخد عليها ودانك تاخد عليها. ستاف ابيدرميدس من اسمها ابيدرميدس، موجوده في الجلد، لو غيرت مكانها تعمل ديزيز في المنطقه الجديده. خلاص الموضوع مفيش مشكله فيه. ناخد اخر حاجه عندنا بقى النيو سيستم. النيو سيستم ده الاحسن طبعا. النيو سيستم عن طريق ثلاث حاجات،
عندنا حاجة اسمها نيوكليك أو نيوكليوتايد بيز كومبوزيشن، مكونات الدي إن إيه، أو تجانس نيوكليك أسيد أو نيوكليك بيز هومولوجي، تجانس أو جينوم سيكونس، ودي أحسن طريقة فيهم كلهم. النيوكليوتايد بيز كومبوزيشن، أنتوا عارفين حاجة اسمها جوانين وسيتوزين، لقوا إن كمية الجوانين والسيتوزين الجي سي بيرسنت، لقوها إن هي في كل بكتيريا من نفس العيلة، لأن كلهم زي بعض. يبقى عشان أعرف العائلات بعضهم من بعض، عائلات البكتيريا السبيشيز بعضهم من بعض، لقيت إن كمية الجوانين والسيتوزين في كل سبيشيز ثابتة إلى حد ما، يبقى أقدر أعرف علاقة البكتيريا ببعض بكمية الجوانين والسيتوزين. طيب في أحسن منها تجانس الحمض النووي بيز هيمولوجي، تجانس بمعنى احنا عارفين ان النيوكليك اسيد عباره عن فردتين دبل ستراند. لو انا فكيت الفردتين اهو، ادي فرده وادي فرده، وجبت فرده من بكتيريا تانية اللي هي الخضره دي وحطيتها معاها، لما حطيتها معاها لقيتهم بيكملوا بعض بيكملوا بعض بيكملوا بعض، معناه ان في تجانس بينهم، معناها انهم من نفس السبيشيز من نفس العيله. يبقى لو حصل هومولوجي يبقى دول من نفس العيله. طب نبص الناحيه الثانيه، انا جبت بكتيريا تانية وحطيتها معاهم، في حتت بتلزق وحتت مش لازقه وحتت بتكمل وحتت بتكملش، يبقى هنا مش زي بعض خالص. يبقى حاجه اسمها هومولوجي، ما انتش مطالب بشرح الكلام ده، ده انت بس فكره عنه، يعرف ان في حاجه اسمها كومبوزيشن، حاجه اسمها هيمولوجي. احسن حاجه عندنا هي السيكونس. يعني ايه سيكونسنج؟ تسلسل، بمعنى كل نيوكليك اسيد فيه حته كده، حته الحته دي بيسموها 16 اس رايبوزوم الار ان اي، الحته دي اسمها كده، اي حته كده اسمها 16 اس، بيجيبوا الحته دي لوحدها ويشوفوا تسلسل البيز، ترتيب البيز عامل ازاي، الاي بعدها تي بعدها سي بعدها جي وهكذا، ياخدوا الحته دي ويقارنوا البكتيريا ببعض، لو طلع نفس التسلسل يبقى نفس العيله نفس ايه اخوات زي بعض كلهم. يبقى احسن طريقه عندنا اللي اسمها جينوم سيكوينسينج، دي احسن طريقه اقدر اعرف علاقه البكتيريا ببعض. ما انتش مطالب بشرح الطرق دي كلها، عايزك تعرف كلمه واحده، ان هما ثلاث طرق، كومبوزيشن هيمولوجي سيكونس، واحسن طريقه هي سيكونس، بس مش اكتر من كده، لا بيجي ريتن ولا بيجي في حاجه خالص.